السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، في فيديو جديد نستعرض فيه أهم أخبار لاعبين المحترفين لنهار اليوم. أخبار محترفين نهار اليوم ستكون متنوعة وستضم أخبار كثير من اللاعبين، من أبرزهم لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، إضافة إلى بن ناصر الذي يصنع الحدث، إضافة إلى لاعبين آخرين مثل بن رحمة، عطال والناس وآخرين. لنبدأ. البداية ستكون مع إسماعيل بن ناصر الذي ما زال يصنع الحدث، حيث لا يمر يوم إلا ويتم ذكر اسمه في الصحافة سواء الإيطالية الإسبانية وأيضا الفرنسية. الجديد هو تصريح الصحفي الفرنسي العامل في قنوات أوروسبور غيوم باسيني، الذي تحدث في تصريح لموقع ميلان نيوز عن مشروع ميلان ومستقبل ميلان. وبما أنه فرنسي وبما أنه يتحدث لموقع تابع لأي سي ميلان، فقد تطرق إلى مستقبل بن ناصر. باسيني قال أنه يستغرب اهتمام نادي باريس سان جيرمان بالموهبة الجزائرية، وتوقع أن يتم الاحتفاظ ببن ناصر في ناديه الحالي على الأقل لموسم إضافي. باسيني ارتكز في تصريحاته على عاملين مهمين، الأول هو بند الشرط الجزائي الموجود في عقد بن ناصر والذي لا يتيح له الانتقال إلا مع بداية الموسم المقبل، أما الثاني فهو ما صرفه باريس سان جيرمان لحد الآن. فرغم أن الموسم الفرنسي لم يبدأ بعد، إلا أن نادي باريس سان جيرمان صرف 50 مليون أورو لضم لاعب ميلان ولضم لاعب إنتر عفوا والمنتخب الأرجنتيني ماوري إيكاردي. باسيني قال أن إدارة باريس سان جيرمان لن تقوم بصفقات أخرى ولن تدفع ملايين كثيرة، وكما هو معلوم فإن صفقة بن ناصر ستكلف إدارة باريس سان جيرمان على الأقل 50 مليون أورو، هذا في حال وافقت إدارة ميلان طبعا. الخبر التالي سيكون عن المتألق آدم مناس، هداف المنتخب الوطني في كأس إفريقيا الأخيرة في مصر، لم يقدم موسما كبيرا. فرغم مستواه الجيد في شهري جانفي وفيفري قبل توقف الأحداث في فرنسا بسبب وباء كورونا، إلا أن موسمه على العموم كان سيئا. النصف الأول من موسم مناس كان سيئا جدا، حيث غاب عن كثير من اللقاءات سواء بسبب الإصابة أو بسبب تراجع مستواه الفني. الأخبار القادمة من إيطاليا وبالضبط من موقع أريا نابولي قالت أن إدارة نيس يمكن أن تتعاقد مع الجزائري. فكما هو معلوم فإن إدارة نيس رفضت تفعيل بند الشراء الموجود في عقد إعارة الجزائري، والذي ينص على دفع 20 إلى 25 مليون أورو. إدارة نيس رأت أن المبلغ كبير وهو الناس لا يمكن أن يستحق هذا المبلغ عطفا على مستواه المتواضع كما أشرنا إليه. لكن رغم ذلك وبضغط الأنصار وبضغط أيضا الصحافة المقربة من النادي، فإن إدارة نيس تعتزم تقديم عرض لشراء والناس لكن ليس ب 20 مليون أورو. التقارير الإيطالية قالت أن العرض المقدم أو الذي يكون قد قدم لا نعلم ذلك يتراوح بين 12 مليون أورو عفوا. إدارة نابولي ترحب بفكرة بيع والناس، وقد أشارت إلى ذلك في كثير من التقارير السابقة سواء المدير الرياضي أو الرئيس، إلا أنها لن تتنازل عنه بسهولة. موقع إريا نابولي وكما يظهر من اسمه هو تابع لنادي نابولي، وقد أكد أن إدارة النادي تعتزم إدخال بعض اللاعبين في الصفقة. نابولي مهتم بلاعبين اثنين من نيس هما الدنماركي دولبرغ وأيضا الجزائري يوسف عطال. إدارة نابولي ترى أن استغلال والناس في صفقة عطال سيكون في صالحها، حيث ستقدم والناس ضمن الصفقة تبادلية مع إضافة مبلغ مالي. لحد الآن لم يتم تسعير والناس ولا عطال، وكل ناد سيحاول الرفع من قيمة لاعب. على العموم انتقال عطال إلى نابولي سيكون خبر ممتاز بالنسبة له وأيضا بالنسبة للمنتخب الوطني، حيث سيساهم في رفع مستواه وأيضا احتكاكه بلاعبين كبار ودوري أكبر من الدوري الفرنسي وهو الدوري الإيطالي. نفس الشيء بالنسبة لوناس، فرغم انتقاله إلى دوري أقل قيمة وهو الدوري الفرنسي، إلا أنه سيحظى في نيس بالوقت والدعم الكافيين من أجل العودة للتألق الذي كان عليه في ناديه بوردو. الخبر الثالث يخص
أحسن لاعب جزائري في الفترة الحالية وربما في العشرية الأخيرة، وهو رياض محرز. صحافة الإنجليزية ممثلة في صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، وأيضا الألمانية الممثلة في سبورت بيلد، وأيضا الإسبانية الممثلة في آس، أجمعت على أن الاتحاد الأوروبي يكون قد قرر الصيغة التي سينتهي عليها دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي. الاتحاد الأوروبي يكون قد قرر إقامة دورة ابتداء من الربع النهائي والنصف النهائي وحتى النهائي بنظام لقاء واحد وفي مدينة واحدة. ورغم تنافس عدة مدن على استضافة هذه الدورة، إلا أن لشبونة تفوقت على مدريد وأيضا موسكو من أجل استضافة هذه الدورة. ما يهمنا في الخبر هو إقامة أو تاريخ إقامة لقاء ريال مدريد مانشستر سيتي، لقاء العودة طبعا. فبعد أن انتهى لقاء الذهاب بهدفين لهدف واحد لصالح رفقاء محرز في مدريد، توقفت المنافسة. الصحافة الإنجليزية أكدت أن لقاء ريال مدريد وأيضا مانشستر سيتي سيقام يوم 8 أو 9 من شهر أوت المقبل. تاريخ إقامة اللقاء سيكون مشكلة كبيرة بالنسبة لإدارة مان سيتي ورفقاء رياض محرز، فإقامته يوم 9 أوت في ملعب الاتحاد سيضاعف من مشاكل إدارة السيتي في التنقل وأيضا التدرب قبل لقاء الربع النهائي، هذا إذا سلمنا بالتأخر طبعا. أطراف في إدارة مان سيتي ترى أن إقامة اللقاء في ملعب الاتحاد سيكون قرارا خاطئا بسبب ضيق الوقت. أما أطراف أخرى في إدارة مان سيتي ترى أن إقامة اللقاء في مدينة لشبونة سيكون أحسن. الخبر الأخير سيكون عن المتألق ولاعب برانتفورد سعيد بن رحمة. خبر اليوم لن يتعلق لا بانتقال ولا بأندية مهتمة ولا بأندية راغبة في ضمه، بل بما نشره موقع هوسكورت العالمي المختص في الإحصائيات، حيث نشر إحصائية قال فيها أن بن رحمة يعتبر ثاني أحسن مراوغ في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية بعد لاعب كوينز بارك رينجرز إيدزي، اللاعب النيجيري إيدزي. اللاعب الجزائري نجح في إتمام 105 مراوغة ناجحة مقابل 111 مراوغة للاعب النيجيري، لكن مع الإشارة إلى أن بن رحمة غاب عن كثير من اللقاءات في بداية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها والتي كانت سببا كما نتذكر في إبعاده عن كان مصر الأخير. إلى هنا يكون عدد اليوم قد انتهى. لكل من يريد أن يتحقق أو يتوسع في الأخبار التي وضعت في عدد اليوم، ما عليه إلا النزول إلى صندوق الوصف. نلتقي في عدد جديد إن شاء الله. سلام.